اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق. معاكم سيدي فؤاد. النهارده ان شاء الله هنعمل مكرونه بالسجق البلدي ودبس الرمان، بس المكرونه هتبقى سمراء عشان افيد. وتاني وصفه هيبقى الخيار بسلطه الخيار بالشبت، وتالت وصفه هيبقى القرص الفلاحي. طيب، لاول وصفه انا معايا مكرونه سمراء قمح كامل مسلوقه، ومعايا كيلو من السجق، معايا بصل، فلفل الوان، دبس رمان وصويا صوص، ومعايا كمان ثوم مفروم، وهيبقى معايا زيت عافيه. هنعمل ايه؟ احنا سلقين طبعا المكرونه، سلقينها نص سلق، يعني مش نص سلقه، اللي هو السلقه المتماسكه، يعني الدنتي. الدنتي مهم ان هي تكون، يعني لما نيجي ناكلها نحس لسه مازال فيها تماسك، ما تبقاش طريه. ده حلو في ايه؟ في انه بيخلي المكرونه ما ترفعش معانا سكر الدم. دي برضو قمح كامل، فهتساعد برضو اكتر انها ما ترفعش سكر الدم. حلوه قوي لمرضى السكر واللي عاملين ريجيم. بس في معلومه عايزه اقولها لكم برضو حلوه جدا، وهو ان المكرونه عموما اللي هي معموله من السيمولينا النقي الحلو، في انواع منه كتير وفي انواع حلوه دلوقتي في مصر جدا، اللي معموله من السيمولينا النقي الحلو، لو احنا سلقناه وما سلقناهوش قوي وخليناه الدنتي ما بيرفعش برده سكر الدم. ولو اكلنا معاه خضار كتير او سلطه كده، يعني ناكل مكرونه حبه وقصادها سلطه او خضار كتير، ما بيبقاش فيه مشكله ولا تبوظ الرجيم حتى. ف يعني هي دي الحاجات اللي لازم نراعيها. انا اول حاجه هنزلها بس السجق، وهنزل الثوم في الاخر، مش هنزله دلوقتي في الاول. وعايزه برضو اجاوب على شويه اسئله جات لي على الاس ام اس. طبعا بالنسبه للسجق يفضل ان احنا نقف على الراجل وهو بيعمل السجق، نقول له احنا عايزين السجق يبقى قليل الدسم، ونبقى واقفين عليه عشان نشوف وهو بيفرم وبيعمل السجق، نبقى شايفين ان هو معمول بطريقه احنا عايزينها او احنا طالبينها. طيب، شوف بقى الاسئله. انا جالي سؤال من سماح الخزي: يا مدام سالي، بالنسبه لوصفه شوكو شيب كوكيز اللي باللبن المكثف المحلى، لو ما لقيتش دقيق تخمير ذاتي، كم معلقه بيكنج باودر اضيف للوصفه؟ بصي يا سماح، على كل كوبايه دقيق بتحطي معلقه صغيره بيكنج باودر، وممكن تستبدليه عادي بالدقيق اللي هو التخمير الذاتي. لو انت ما لقيتيش الدقيق التخمير الذاتي، ممكن تستبدليه عادي جدا بايه؟ بالدقيق العادي. طيب، جالي اس ام اس كمان تانية كتير جدا. جالي عاوزه اعرف اليوم الفري ايه الاكلات اللي مسموحه فيه. طبعا بتسال السؤال ده كتير قوي، ايه الاكلات الواحد مسموح بيها او ياكلها في اليوم الفري؟ بصوا، كلوا كل حاجه، بس حاولوا الحلويات والدقيق الابيض نقلل منه، علشان الحلويات والدقيق الابيض دول بيمتصوا على طول في الجسم. يعني ايه؟ يعني احنا اليوم الفري بنعمله ليه؟ احنا بنعمله علشان نلخبط نظام الجسم، نلخبطه من نظام ماشي عليه على طول. احنا مثلا مقللين السعرات، مقللين القمح او الدقيق عموما، الدقيق الابيض والسكريات والكلام ده كله طول الاسبوع، ومقللين الكميات برضو. طيب، اليوم الفري ده علشان الجسم ما يتعودش على نظام معين احنا عاملينه، ما يبقاش متعود على حاجه معينه فما يخسش. ناكل ايه في اليوم الفري ده؟ نحاول ما ناكلش دقيق ابيض وسكر كتير ولا حلويات كتير، علشان دي ملهاش، دي بتمتص على طول من الجسم، يعني الجسم على طول يروح محوشها دهون. فعلشان نقدر ناكل في اليوم الفري عادي من غير ما نرجع نندم قوي ونتخن قوي في اليوم ده، لا، ناكل حاجات احنا نفسنا فيها، زي محشي، زي اي حاجه نفسكم تاكلوها، مفيش مشكله. بس قللوا قوي 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 من الحلويات والسكريات، كلوها برضو، بس يعني ما تاكلوش كم كبير، يعني الكميات بتفرق جدا في الحاجه. طيب، التشويحة دي كده اهو، هنزل بقى معاها الثوم دلوقتي.
الثوم لما بينزل في الاول غير لما ينزل في الاخر، كل حاجه ليها نكهتها. نكمل اسئله. عاوزه نظام لشهر رمضان. طب بصي تابعيني انا، يعني هفضل طول الوقت في الحلقات اللي جايه دي كلها هتكلم على شهر رمضان، وخصوصا طبعا اول ما نخش رمضان هتكلم على ايه الحاجات اللي نخلي بالنا منها ونتبعها علشان ما نزيدش في رمضان، بل بالعكس رمضان فرصه حلوه جدا الواحد يخس فيها، وفرصه حلوه جدا ان الواحد يجدد الخلايا بتاعته علشان ينقي جسمه من السموم ويبقى بنشاط احسن وصحه احسن كتير جدا. حاجة هتكلم عليها برضو، بس عايزة اروح للسؤال اللي بعده، ممكن عشان ده قصة شهر رمضان هتبقى طويلة معايا. ممكن اعرف طريقة كيك البراونيز وممكن اهداء لاختي بتول؟ طبعا اهلا بيكي يا بتول. وكيكة البراونيز انا عندي وصفات كتير قوي على الموقع، في كيكة طرية، في كيكة المندغة، في كيكة اللي بنكهة كذا، في البراوني ليها حاجات كتير عندي على الموقع، اكتبي بس براونيز على موقع سالي فؤاد بينهم دش، هتلاقي التفاصيل بقى انا كاتباها بالظبط، وفي بالكاكاو وفي بالشوكولاته، في حاجات كتير قوي. طيب في سؤال جاي لي، عايزه اعرف طريقه عمل الكوبيبه ضروري. الكوبيبه هقولها بعد الفاصل، نروح لفاصل ونرجع نكمل الوصفه واقول لكم على وصفه الكوبيبه. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وانا هجاوب دلوقتي على الكوبيبه تتعمل ازاي. احنا بس هنحط بقى الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والفلفل الاصفر، وهديهم تقليبه. طيب الكوبيبه احنا بنجيب نص كيلو لحمه، نص كيلو لحمه حمرة مفرومة، وبنجيب عليهم نص المقدار يعني ربع كيلو من البرغل، وانا بنصح بقى كمان اقل، يعني المفروض المفروض ان هو ربع كيلو برغل، انا بنصح لا ناخد نجيب اقل شوية من الربع كيلو ده، وننقعه في مية سخنة، يعني نحط عليه مية سخنة نغطيه، بس هنلاقي ان هو شرب المية وخلاص بقى حلو، مش هنحتاج ان احنا نعصره. لو احنا غطيناه بالميه السخنه وغطينا عليه هنلاقي انه شرب الميه، مش هنحتاج ان احنا نعصره، لان مهم طبعا ما يبقاش مبلول بينزل ميه. بنفرمه كويس جدا وبنحط عليه التوابل، وبنحط عليه انا بحب احط بودره بصل وتوابل، والحشوه بقى عباره عن عصاج معانا، ممكن نحط معاه صنوبر، ممكن نحط معاه بقدونس، ممكن نحط معاه شويه زبيب، بيدي طعم حلو قوي للناس اللي بيحبوا التذكيره معاها. بنبتدي بعد ما فرمنا خلاص اللي هو اللحمه مع البرغل كويس جدا جدا بالتوابل، بنبتدي ان احنا نبتدي ناخد العجينه ونعمل لها فتحه في النص، وبعدين ونعمل الجدار بتاعتها تبقى رقيقه جدا جدا، ونحاول يبقى جنبنا ميه، نعمل ايدينا في الميه وايه عشان ايدينا ما تلزقش في العجينه، نحشي جواها الخلطه خلطه اللحمه، وبعدين نروح قافلينها تاني كويس بحيث ما يبقاش فيها اي فتحه، ونفرزنها شويه تتفرزن حوالي ساعه، وبعد كده نحمرها. مهم قوي انها الغلاف نركز ان هو يكون مفروم ناعم جدا، كل ما بنفرمه ناعم كل ما بيبقى فعلا ما بيفكش معانا خالص في الميه في الزيت. وتاني حاجه ان طبعا البرغل نفسه ما يبقاش يعني مليان ميه، يبقى فعلا احنا نديناه ويبقى الندى اللي هو لما نعصره ما ينزلش ميه، ساعتها لو نزل ميه يبقى لازم نعصره كويس جدا بقى، عشان الميه دي هي اللي بتفكك برضو الكوبيبه، ونقدر نعمله حلو قوي ونشيله في الفريزر. هحط بقى شويه صويا، وهحط دبس الرمان بيدي طعم بقى فظيع كده، وهنظبط بقى طبعا هنظبط الكلام ده كله بالملح والفلفل عشان احنا محطناش، بس نخلي بالنا ان صويا صوص عاده بيبقى فيه ملح،
خلاص كده. تعتبر وجبة حلوة جدا، لكن لو خلينا بالنا من نوع السجق، في جزرين بيعملوها يعني، والواحد واقف كده يقدر يعمل السجق، يطلبه يتعمل. ننزل بقى المكرونة، المكرونة دي بتشبع جدا جدا، وخصوصا كمان لو مسلوقة الدنت اللي هو السوى المتماسك. خلاص الوصفة دي خلصت معايا، انا هسيبها بس تدفى شوية على النار عشان المكرونة طبعا بردت. في حاجة كمان، احنا لما بنسلق المكرونة مهم ان احنا نغلفها بمعلقة زيت علشان تفضل فيها لمعة وما بتشربش الصوص قوي، يعني يفضل الصوص بقى فوقيها كده ما بتعجنش معايا. خلاص اسيبها شوية صغيرين. نعمل بقى السلطة. السلطة مقادير السلطة معايا خيار متقطع رفيع جدا، معايا جزر، معايا بصل منقوع في خل تفاح، ومعايا كرات، معايا شبت، معايا للصوص بقى ورشستر شاير صوص حوالي معلقة، ومعايا مستردة معلقة برضو، هنحط عليهم بودرة توم، هيبقى معايا في عسل، ابيض بيفرق جدا جدا في الطعم هنا، وهنحط زيت زيتون. ده عشان يساعد على امتصاص الجزر، ومعايا فلفل ابيض كمان احط منه، ونحط الملح، ممكن تحطوا فلفل اسود عادي مش مشكله. خلاص كده شايفين بيبقى دريسنج جميل كده. و هنزل اول حاجه فيه بقى البصل، طبعا خل التفاح، مش كل ده خل تفاح، هيبقى متخفف شويه بميه. ده لو انتوا عايزين السلطة تبقى كده غنية كده بال، يعني تبقى جوسي، لو مش عايزينها يبقى تصفوا البصل من المية والخل. خلاص ننزل بقى عليه الشبت، بالشكل ده، وانزل الكرات. السلطه دي تتعمل تتقدم على طول، ما تستنيش، لو لسه يعني قدامكم شويه يبقى ما تحطوش الدريسنج عليها دلوقتي. ونحط الخيار، لان لو استنيتوا هتنزل بقى ميه كتير جدا جدا، وخلاص مش هيبقى الطعم حلو. خلاص كده السلطة خلصت معانا، نروح لفاصل ونرجع نقدم بقى المكرونة ونقدم السلطة ونعمل مع بعض القرص الفلاحي. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وهفكركم احنا عملنا ايه. احنا عملنا اول حاجه المكرونه السمراء بالسجق ودبس الرمان، وهي جاهزه اهي، بس برضو بفكر اقدمها في الاخر عشان تبقى لسه مازالت سخنه وحلوه كده. انا مطيه النار جدا جدا عليها، خلاص يعني طافيه تقريبا بصراحه. طيب واللي عملنا كمان سلطه الخيار بالشبت، عايزين نكتر بقى. السؤال اللي جالي على الاكل في رمضان، نكتر سلطات ونكتر شربات وتكون قليله الدسم اهم حاجه. السلطه دي على طول بتطلع الخيار، اول ما بيتحط له الحاجه بيبتدي يطلع ريحه كده جميله قوي. كان في المانيا دايما تتقدم سلطه الخيار دي،
هناك مهمه قوي، بيقدموها بقى كمان بدريسنج زبادي. هو شايفين اهو طبق زي ده ما فيهوش سعرات خالص، مش ممكن جرر ايه ابلع، فظيعه بصراحه مفهوش سعرات بجد. انا يعني من الحاجات اللي كنت اعملها لما بقى عايزه انزل في الوزن، كنت اعمل طبق زي ده سلطه كبير وجنبه شويه، يعني نبقى عاملين مثلا رز وخضار ومش عارفه ايه، لا ما اكلش بقى الرز، اكل طبق سلطه كبير كده ومعاه مش طبعا مقاس ده يعني، يعني شويه كده نص طبق يعني، وجنبه بقى خضار بس، ما اكلش رز ولا اي حاجه تانية، يبقى كده بس هي السلطه والخضار اللي احنا عملناه العادي اللي موجود في البيت، عشان الواحد ما يعملش حاجه مخصوصه، يبقى كده ما فيش سعرات تقريبا خالص في الوجبه، الا لو شو في شويه دسم مثلا موجودين في الايه في الخضار اللي بناكله جنبه. في الحاله دي نعمل سلطتنا بقى من غير دسم، عشان المهم جدا دسم للجزر، بس في الحاله دي نعمل سلطتنا بنفس الطريقه بس من غير الدسم، وايه يبقى معانا الخضار فيه الدسم هيساعد على امتصاص الفيتامينات اللي في الجزر. خلاص نحط دي بقى قدامنا، وعايزه ابتدي بقى اعمل معاكم القرص الفلاحي. زي ما انتم شايفين ورايا، انا ورايا تجارب كتيره كانت الاسبوع اللي فات حقيقه، عشان انا كنت عايزه اوصل لنتيجه حلوه للقرص وتكون فعلا طريه وطعمها القرص الفلاحي. جربتها بالزبادي، جربتها باللبن، جربتها من غير ما اقدح السمنه، لا طعمها مظبوط بقدحه السمنه، مهمه جدا. الزبادي بقى او لبن يعني دي ترجع لكم، لكن انا هعملها دلوقتي باللبن، ووصفه الزبادي هعملها معاكم بحاجات تانية بقى، انا هعملها بقى تبقى مثلا اكتر فطاير او كده، لكن اللي انا حسيتها قرص فلاحي فعلا كده هي ايه بقدحه السمنه. نولع بقى هنا كده عشان نسخن السمنه، نجيب حاجه وهقول لكم دلوقتي حالا المقادير، على ما بس ايه ندي فرصه للسمنه انها تغلي معانا. المقادير احنا معانا نص كوبايه سمنه بلدي 100 جرام، بس نراعي انها تكون سمنه بلدي، بلدي مش سمنه بريحه البلدي، لا تكون سمنه بلدي بجد. ربع كوبايه زيت عباد الشمس يعني 50 جرام، معلقة كبيرة قشطة طازة، يفضل القشطة الطازة، خلاص كوباية لبن دافي، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر، ونص كيلو دقيق أو على حسب ما تلم معانا، بس تقريبا نص كيلو دقيق. خلاص هنعمل ايه بقى، نجيب بولة كبيرة، هنحط في البولة دي الدقيق، لان انا بحط دقيق في الاول فهي نص كيلو، هنحط نص كيلو اللي هنظبط بيه بقى اللبن، يعني لو لقينا العجينه ما لمتش معانا يبقى نزود اللبن. وهنعمل ايه، اللبن الدافي هنحط عليه الخميره والسكر اهو، واهو خلاص بالشكل ده، نجيب بقى حاجة تانية اقلب بيها خشب، ونشوف بقى اخبار ال انا بعمل ايه، بنزل فيها برضو الزيت عشان تسخن معاها، الزيت بيطري بقى العجين، لان السمنة برضو ممكن جدا تبقى يعني لو احنا بصينا دايما نشوف الحاجة ازاي او نعرفها ازاي، لو هي في جو البيت بتبقى السمنه شكلها ازاي، بتبقى متماسكه شويه صح، مش سايله خالص زي ما انا حطيتها دلوقتي، فنتخيل الحاجه بعد ما بنخبسها قوامها بيبقى عامل ازاي لما الحاجه تمسك. الزيت من الحاجات اللي بتفضل سايله معايا، فبالتالي انا بساعد على ان الحاجه تفضل طريه بعد ما تتخبس، عشان الزيت مش هيغير، مش هيمسك معايا جوه العجين.
تتقدح يعني لازم تغلي معايا او تبتدي يعني تبتدي بقى يبان انها تبتدي تغلي. اهي ابتدت. خلاص ابتدت اهي تسخن قوي، ننزلها بقى هنا على واحدة واحدة على الدقيق، واحدة واحدة. ونبتدي زي البس بالظبط، لازم نغلف بيه الدقيق. طعم السمنة وهي معمولة كده بتبقى مختلفة تماما عن لما تكون ساقعة. هنروح لفاصل على ما انا اغلف كل الدقيق ده بقى، نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض الوصفة. اهلا بيكم معايا من الفاصل، واهو خلاص كلها اتغلفت تقريبا، شايفين عامله ازاي. ممكن الواحد يدخل ايده بس لما نكون مطمنين بس انها ايه ما تكونش سخنه قوي. نحط بقى معلقه القشطه، وهنزل بقى عليهم اللبن بالخميره. طبعا كل شيف وليه وصفة مختلفة، بس ان شاء الله الوصفة دي تعجبكم وقولوا لي رأيكم عليها. ننزل بقى واحدة واحدة اللبن، طبعا يفضل برضو اللبن نسيبه شوية بحيث الخميرة والسكر يعملوا مفعول، مهم اللبن يبقى دافي مش سخن عشان ما نقتلش الخميرة. خلاص لغاية ما بنلم العجينة مع بعض، نفضل نحط لغاية ما نلم العجينة مع بعض تبقى عجينة ينفع نشكلها. هي الخلطة بتشرب عاملة زي بالظبط الكحك، عارفين عجينة الكحك. نفضل نحط لغاية هي بتاخد تقريبا الكم ده، ال 200 مللي، لو احتاجنا اكتر نبقى نحط، بس هي بتاخد بالظبط كده. ان شاء الله تظبط معاكوا قوي. كله اهو يتقلب. خلاص بنسيبها اهي كلها لمت على بعض، شايفين بنعجنها بس كويس بقى ونسيبها تخمر شوية. خلاص بنسيبها تخمر، هجيب لكم بقى اللي هي خمرت خلاص. نجيب صينية بنبتدي بقى ناخد منها ونشكلها الأشكال اللي هي القرص، بنشكل كده ونروح نخزنها كده بشوكة. ده الشكل الأصلي بتاع القرص. طبعا دي ممكن تتحشي بقى اللي بالنا. الوصفة دي دسمة جدا وفعلا يعني انا هقولها الحقيقة، هي يعني ما بتنزلش من الجسم، يعني هي وزنها كده بيتخن زي ما هو.
سامحوني، انا بعمل فعلا الحاجه وببقى عارفه هي قد ايه، يعني يعني ممكن تتخن، بس كل ما يبقى نفسنا مره او يعني نعملها في المناسبات بس، يعني ما تبقاش حاجه يوميه معانا ان احنا نقعد نعمل حاجات مخبوزات او حلويات، تبقى بس للمناسبات. في ناس كتير جدا جدا بيحبوا يوميا، وعرفهم بيحافظين على وزنهم، بس يوميا يحبوا ياكلوا حاجه صغيره كده حلوه مع الشاي، ودول ما بيتخنوش، فممكن يعني للي نظام معين وعارف انه ما بيتخنش ممكن حاجه صغيره كده في اليوم، لكن اللي عارف انه يتخن يبقى يا ريت يبقى في المناسبات بس. خلاص يبقى احنا كده اهو بالشكل ده. مهمه بقى جدا المعلومه دي، يخش على 200، هيخش على درجة حرارة 200، أرجوكوا تخلوا بالكوا إنه ما يغمقش معاكوا، لأنه بينشف. لو اغمق معاكوا هتلاقوه نشف معاكوا. أول ما يطلع استنوا بس يهدى، وبعدين تروحوا حاطينه مغلفينه في كيس نايلون في أي حاجة محكمة علشان يبقى طاري كده وحلو معاكوا. حتى لو كان نشف شوية لو حطيتوه في كيس نايلون هيرجع إيه يطرى معاكوا تاني، بس هو سريعا بينشف، فما تستنوش لغايه ما ياخد لون كده جامد، هينشف معاكوا ارجوكوا خلوا بالكوا. خلاص شوفوا انا مجربه كام، انا هوريكوا بقى اللي انا مجرباه. هجيبه بس هنا كده الاول، ايه اللي بقى بسمنه كتير، اللي كان اللي اكتر بقشطه، اللي كان بزبادي، اللي مش عارفه ايه. المهم الوصفه اللي انا قدمتها دي دلوقتي باذن الله يا رب تنول رضاكوا وتجربوها وتقولوا لي رايكوا. نغرف بقى كمان المكرونه اخر حاجه اهي، نغرفها بقى ريحتها جميله برضو جدا. الواحد فعلا ممكن من طبق مكرونه يعمل منه حاجات مفيده قوي. المكرونه لو اتاكلت صح ما تتخنش، حتى زي ما بقول لو مش بدي الاسمر، سيمولينا بيبقى فيه بروتين عالي جدا، حاجة 20% تقريبا بروتين، ولو ما اتسلقش قوي ما بيعليش سكر الدم، فيبقى وجبة مشبعة. ولو كلنا معاها بقى زودنا ايه من الخضار والكلام ده كله. وفي الوصفة دي ممكن تقللوا قوي السجق، مش لازم يبقى الكيلو بحاله، ممكن يبقى اقل. وطبعا الطبق ده يكفي عدد اشخاص كتيرة، 4 مثلا ومعاهم طبق سلطة. بتمنى يا رب الوصفات تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة ووصفات جديدة على خير يا رب بإذن الله. باي باي. Thank you.